بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم رحيم نجنوم عسل الكاليتوس على بركة الله. بسم الله والصلاة على رسول الله. هذا جبناه في شهر بداية أواخر جوان لهنا الكاليتوس، وعلى حسب ملاحظاتي راني نشوف الكاليتوس راه مريض، ما راحش نلقاو العسل. مانيش طامع في العسل، متفرجش عليه. الكاليتوس ديجا راه مريض، ديجا مرض، ما فيهاش أمل، بصح معليش، الإنسان لازم يكون نحال، ما يكونش عسال برك. باين. هذا واش درنا؟ هذا واش دار؟ هذا الإطار ندوه هدية، نعطوه كاش واحد صدق الله في سبيل الله، بالك يبرا. هذا ندوه، ما خلوش. والحمد لله، الحمد لله. هذا من زوج إطارات، ها هذا ما ختموش ليا. كيف التعامل مع النحل هذا؟ كيف نتعاملوا معاه؟ والعلم هذا ما درنالوش الحاجز الملفي اللي كان، ما طلعت لناش الفوق. لا خدمة تحت، ممكن يكون تحت هذا العسل، بصح انا تحت طبيعتي وطريقتي ما نديش العسل من تحت، ابار الا خدمت غير الكور ونعلم الاطارات اللي نزيدهم فارغين. من النهار اللي نحبس التغذيه نعلم الاطارات، وبدي جا نحل هذا، راني كما راني نشوف هو راه محتاج تغذيه. هو راه داير العسل ماهوش مختوم، ما نديرش خليه لوليا. ها شفتوا العسل؟ ها عسل الكاليتوس، ها هذا في الصندوق هذا، كيف نتعاملوا به بان نحافظوا عليه. الله بيض الموسم تاع العام هذا، والله ما فهمنا حتى حاجه في النحل. النحل درك هكذا مازال يدير بيض، مازال يدير حضنات، غير حضنه. ها هو عسل، ها ما العسل خدمنا لتحت. ها هو العسل غير مختوم، سنا خلوه لولي صدقه. العسل خدمنا لتحت، ها وكان الصندوق هذا كيف نتعامل معاه؟ هذا نقسمه. كان واحد السؤال قال لك لا ينجح التقسيم في فصل الصيف، انا دوك ما ديتش منه العسل، لازم ندي منه حاجه، ما نخليش العام تاعي راني نربح صندوق. هذا راه على 10 اطارات، ندي 5 اطارات ونخلي 5 اطارات، كيف تكون العمليه؟ العمليه نجيبو صندوق، ندير لي لاروشات هذيك. كيف تكون طريقه التقسيم في الوقت هذا؟ اول حاجه ندي هذه، هذيك عسل اكل وحضنه، عسل هذه. ما نراقب لها انفسكم، لماذا النحل هذا ليا راح نخليه ليا انا، هي ما نراقبش المليكه، راح نقسمو على الجماعة. الإطار الأول هذيك، ثاني عسل وحضنه وبيض، ها
البيض تاع يوم ما يبانش، بيض يومين هاي دوش مائل، حضنة مفتوحة، هاي حضنة مفتوحة. تمام حضنة مفتوحة. نحوسو على الحضنة المغلقة. اي ما شاء الله. غذاء وعسل الاخر غادي نخليوها له ليه. وهذه ثاني فيها عسل خلوها له ليه. عسل وحضنة ثاني مفتوحة نخلوها له ليه. بلا قلب خان، هذه حضنة مغلقة هاي. أنا في شهر جويلي ها حضنا كيف راه الله يبارك سنا نحل خدم نحل زين نديها هاي ونزيد هذه حضنا ثاني هذه بيض مفتوحة نزيد نديها هنا نقسمو على أربعة قبيلة زوج ما قلنا هكذا قسمناه نعاود نقلب الاطارات هذونا هذو اطارات فارغين نعاود نعمر بهم الصندوق تاعي انا عمرناها ما عاودنا قلبنا خمس اطارات قلنا انا راه على خمس اطارات الطريقه واش نزيدو نديرو درك ولازم ناكدو على حاجه واحده الحاجه لازم الصندوق هذا تخلي فيه البيض تاع نهار ولا يومين ولا ثلاث ايام وهذا ثاني بيض تاع نهار ولا تاع يومين ولا ثلاث ايام باسكو لماذا حنا لهنا ما عندناش ما حوسناش على الملكه وما لقيناهاش ولا الصندوق راه نقسمو على زوج على يولو عندنا زوج خلايا راح ندي منه واحد من بعد واش ندير نغلق الصندوق تاعي هذا نغلقو ونخدمو انا مالف نخدم بالشرطه تاع هذيك بالشريط اللاصق واش دير له؟ ها شارك لاصق من بعد واش ندير؟ كل واحد وطريقته انا الطريقه تاعي نرفد الام هذا صندوق الام اللي كان هنا اللي دينا منه اللي كان هنا ونعاود نحط فرخ لا قسمته هذا نديه لمكان بعيد ولا قدام النحل وشنو الحاجه اللي ناكد عليها؟ الحاجه اللي ناكد عليها تغيير المكان هكذا بين صندوق الخلايا المقسمة خلايا الأم والحاجة اللي نأكد عليها الظل والماء ما ينجح لك لما كاش ظل وما كاش ماء وتعرضوا للسخانة راه صندوق الأم كيكون على 20 إطار راح تفقده دوك كان اللي يقول لك علاه تغيروا أنا لاحظت دوك النحل راه كينسرح نوازن بين الكثافة تاع النحل كاين اللي في طريقة التقسيم تاعو يشد إطار وينفضو أنا ما ننفضش النحل اللي راه برا سارح نكافئ بيناتهم الصندوق تاع الأم راه فيه النحل سارح فيه الأخر كذا مكتمل التعداد تاعو هذا بالك ما ديتش النحل سارح أنا قادر نكون ما ديتش ما حوسش عليه ما نعرفوش كيف ماشي النحل سارح النحل اللي راه يجيب العسل واللقاح يجي لهنا بطبيعة الحال نوازن بين الخليات دير توازن هذا هو وهذه بالتجربة تاعي وبالخبرة اللي راه عندي في المجال هذا ونقول لكم نزيد نأكد ونأكد لازم تقسم كيما هكذا في الفصل هذا اللي وين تلحق درجة الحرارة 40 و38 وحتى 45 في بعض المناطق الماء إلا ما كانش قريب ليك الماء دير له الماء وادخل للقناة وتلقى كيفية تزويد النحل بالماء في فصل الصيف ثاني حبوب اللقاح بدائل حبوب اللقاح راني درت طريقة مفهومة وموضحة كيفاه رانا درنا لما كاش بلاصة ما فيهاش مرعى وما فيهاش دخان والتغذية السكرية ثاني راه كاينة الطريقة تاعها كيفاه وانا نخدم بالطريقة السكرية وكل واحد كيف يشوفها
نخدم بالانفرانتيز، نخدم بالبيو، بيو تاع الجايه، ونخدم بالسكر العادي على حساب كل خطره، على حساب واش يتوفر لي. وباذن الله الصندوق تاعكم ينجح وبالتوفيق لجميع النحالين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.